شخصي. إبا نجاح كورونا والذي افتقدناه إلى إن مشروع تعديل الدستور لم يغفل حريات التعبير الجماعية المتمثلة في التعددية الحزبية والحريات النقابية والحركة الجمعوية. بالنسبة للتعددية الحزبية تنص عليها المادتين 57 و 58 مع استحداث ضمانات جديدة، منها ضمان الدولة معاملة منصفة اتجاه كل الأحزاب السياسية وامتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق، إلى جانب النص على اشتراط صدور قرار قضائي لحل أي حزب سياسي. بالنسبة للحريات النقابية، إلى إضافة إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب، فإن المادة 69 من مشروع تعديل الدستور جاءت بالجديد حول هذا الحق من حيث فسح المجال لمتعامل القطاع الاقتصادي للانضمام إلى منظمات أرباب العمل. بالنسبة للحركة الجمعوية، يسعى مشروع تعديل الدستور إلى تأكيد الاهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني كوسيط وشريك فعال في عملية التكفل بانشغالات المواطن عبر كافة أرجاء الوطن.